أن يكون مدرسك فنانا يعني أنك ستكون إنسانا. تجربة السي الحسن طالبي مربي الأجيال بقلم الأستاذ عمر سعيد أكادير. كم كان الحظ حليفا لنا في طفولتنا، بين ربع الواحة أطلت سعادتنا، بين الربا والحقول سطعت شمسنا بأتوابها الذهبية. وفي مدرسة خميسدات كان لنا لقاء مع أستاذ الألوان والجمال الفنان السي الحسن طالبي برفقة زملائه الذين يشكلون ثلة من المدرسين العظام الذين شكلوا سويا فريقا منسجما، معطاء صنعوا الحدث وبنوا منا أجيالا من الأطر والكوادر، قدموها للمجتمع بتضحياتهم وعلمهم المنير. السي الحسن طالبي كان من بينهم نجما ومدرسا غير عادي. كان مدرسا أنيقا وتميز بنكران الذات ومحبا للنجاح الجماعي. حاول التأسيس بمعية إدارة تربوية عالية المستوى بقيادة السي عسو الغزيل عليه سحائب المغفرة والرحمة وأصدقائه، حيث استطاعوا أن يخلقوا لنا جوا من التعلم الإيجابي والتربية والاحتضان للجميع. منذ 30 عاما كنا كالعصافير الصغيرة التي تحتاج إلى تعلم كل شيء، بديا بالمشي إلى الجري ثم التحليق إلى المدن المجاورة لإتمام المسارات الدراسية. كنا في حاجة إلى أعشاش تستر عيوبنا ونقائصنا. كان أباؤنا بصفة عامة لا يفقهون الشيء الكثير في العلوم واللغات، لكن الفريق التربوي الذي ترأسه السي الغزيل وهيئة التدريس أمثال السي الحسن وآخرون كانوا لنا حضنا رحيما ومعطاء. عشنا فصولا دراسية ربيعية رغم البرد والفقر والهشاشة الاجتماعية، لكن الجميل في قريتنا أن الكل تقريبا كان يأكل نفس الوجبات، نفس الأسلوب في اللباس والعيش، وذلك يجعل الجميع في كفة واحدة. كانت مدرسة خميسدات شرارة للعلم والعطاء والاجتهاد، وكانت مبادرات السي الحسن تبهرنا كل مرة. فحينما فكر بمعية زملائه الأساتذة ببناء مسرح إسمنتي داخل المدرسة فرح الجميع، لأن الجميع يحب المسرح، ولأن المسرح رمز وكنز يحبه الجميع فهو أبو الفنون. كانت طموحات السي الحسن عالية جدا. كان ينوي بناء الطفولة ليس فقط في الجانب المعرفي والعلمي، لكنه كان يسعى إلى بناء شخصيات الأطفال نفسيا وحركيا ومهاراتيا وفنيا، من أجل شخصيات تتجاوز سقف الأمية لترتقي وتسمو بفضل التوازن المعرفي والوجداني والنفسي. بعد فكرة المسرح الإسمنتي التي أدهشت الجميع، فكر السي الحسن في أشياء كثيرة ونستعرض هنا بعضا منها. فمثلا، كيف يمكن أن ننسى قصة فاكهة الخوخ الأحمر الذي زرعه بمعية الأطفال، حيث تم زرع الكثير من شجيراتها وسط ساحة المدرسة، وقام بالاعتناء بها بمعية الأطفال وسقيها المنتظم حتى أعي أينعت الفاكهة ونضجت. وكانت المفاجأة في زوال أحد الأيام، كلف السي الحسن أحد التلاميذ ليوزع ويتقاسم مع التلاميذ المدرسة ثمار فاكهة الخوخ اليانعة. يا لها من لحظة رائعة تلك التي عشنا فيها لحظة التقاسم والتضامن والعيش المشترك، لحظة أسعد فيها الأستاذ الجميع، تلاميذ وتلميذات، أمهات وآباء، وبصم بصمته بربط الجميع بالجذور وبالأرض المعطاء. كيف لنا أن ننسى جرة الماء الكبيرة التي كان يحضرها السي الحسن إلى قسمنا، وفيها ماء صاف لنشرب بهدوء حينما نحس بالعطش، وحينما يحل فصل الشتاء لا يبخل علينا بإحضار بقراج من الماء الساخن لكي يدفئ البارد من الماء لكي ننعم بالشرب المريح والصحي. هي لمسات إنسانية تبدو بسيطة، لكن دلالاتها وعمقها تخترقان الوقت والزمن وتحيلان على علو كعب هذا الأستاذ، هذا الرجل في إنسانيته ورحمته بالطفولة الناشئة. هو أستاذ ومدرس غير عادي، هو فنان. كيف لنا أن ننسى ذلك القسم
الذي زينه وخلق فيه عالما من الجمال، ذلك القسم بألوانه وبرسوماته التي تحمل قطة مبتسمة وأشكالا هندسية مبهرة وقصصا تؤثثه وصفوفا من الطاولات. كان كل صف يحيل على محصول من المحاصيل الزراعية، صف للشعير، آخر للقمح، وآخر للذرة، فمن اجتهد من التلاميذ حل بصف القمح معززا مكرما، ومن كان مستواه التحصيل متوسطا حل بصف الذرة، أما من تهاون فمأواه صف الشعير كضيف غير عزيز، إلى أن يعود إلى رشده ويجتهد أكثر فأكثر كي يرتقي من جديد إلى الصفوف الأمامية. أستاذ جعل من القسم عالما إيكولوجيا قبل أن تظهر أفكار الإيكولوجيا الجديدة في المنظومة التربوية والمغربية، فخلق لنا من القسم عوالم للطبيعة والجمال. كيف لنا أن ننسى حينما كنا نرسم قصبات والمسطرة في أيادينا وهو يقول موجها لنا: يا أبنائي، الرسام الحقيقي لا يحتاج إلى مسطرة، ففي عيونه كل المقاييس والموازين والكنوز. كيف لنا أن ننسى، كيف لنا وكيف لنا أن ننسى حين كان يأخذ تلك الكرة الجلدية المزركشة الجميلة الصغيرة فيخبرنا أنه يمكنه أن يصاحبنا إلى الوادي عبر طريق الحقول المزهرة إلى وادي دادس الجميل، فتغمرنا الفرحة لأننا كنا نعلم أننا سنقضي برفقته ساعات وساعات للعب والمتعة. كيف لنا أن ننسى حينما يطلب من أحدنا دون حرج أن يساعد فقيرا من التلاميذ بنحو راق، لأنه فنان وإنسان يحب لنا الخير ويرجو الفلاح والصلاح للجميع. وفي الختام، نحن على يقين يا سيدي يا أستاذي أن كل تلميذ يملك في جعبته الكثير والكثير من الذكريات الجميلة ليحكيها في حقكم السي الحسن، وفي حق كل الأساتذة الذين بذلوا مجهوداتهم ليساهموا في تعليمنا وتربيتنا. أما الآن وقد تم إحالتكم على التقاعد، فكن يا سيدي مرتاحا يا معلمنا وأستاذنا، فقد كنتم نعم المدرس ونعم الأب والرفيق، لقد بنيتم فينا رأس مال رمزي نفتخر بكم، ولا شك ستفتخرون بنا أنتم وكل أصدقائكم من الأساتذة والمديرين الذين اشتغلوا بمعيتكم. ونحن أبناؤكم لا يسعنا إلا الدعاء لكم بكل الخير، ونشكركم جميعا على عطائكم وحسن تحملكم للمسؤولية، ورحم الله عبدا علمنا حرفا، ونشكر جميع الأساتذة والأستاذات الذين سهروا في مساراتنا الدراسية على تربيتنا، لكم منا جزيل الشكر والمحبة والتقدير. والسلام عليكم ورحمة الله، معكم أستاذ عمر أيت سعيد من أكادير.